ورجعنا لكم مرة تانية على الهواء مباشرة، وكل سنة وحضراتكم طيبين، وحج مقبول وكمان صوم مقبول، حج مبرور زي ما بيقولوا، متأسفة وصوم مقبول الواحد صايم فمفيش بس. وعايز اقول لحضراتكم كمان يا ريت تتابعوا شاشتنا في العيد، عندنا هتكون شاشة مميزة ومختلفة، وكمان نهارك سعيد مقدم ايام مختلفة، فتابعونا في العيد. فادي، دي كانت حلقة الخميس 31 أغسطس 2017. يا رب نهاية أسبوع سعيدة وشهر، نهاية أسبوع وشهر سعيدة، ووقفة عيد سعيدة، وقفة عرفة، وزي ما ليلى كانت بتقول حج مبرور وذنب مغفور، واللهم تقبل من الجميع في يوم عرفة، ويا رب دايما نهاية أسبوع سعيدة. بكرة نشوفكم مع فريق بقى العيد وأربع حلقات عيد. ميرسي يا دين. ميرسي يا فادي، وكل سنة وكل الناس طيبة، وإن شاء الله مصر تبقى في احسن حال يا رب، يعني نرجع لبلدنا يعني يا رب. نشوفكم بقى مع فريق العمل العيد وحلقات فنيه جدا، وطبعا لو عايزين تشوفوا اي فقره من فقرات النهارده كان معانا حاجات متنوعه ممكن تشوفوها في الاعاده من 2 ل 4 صباحا. نشوفكم على حاجة.